صباح الخير مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتتبعونا صديقتي باميلا وانا اليوم رح نكون معكم من هلا لحد الساعه 12 ببرنامج على الموعد صباح الخير باميلا صباح النور الي وصباح الخير لكل المشاهدين يلي بداوا صبحيتهم معنا ما ينسوا انه نحن طالعين لايف على فيسبوك ويوتيوب واكيد على شاشه مريم تي في لبنان اليوم الأربعة خمسة شباط 2020 2020 هالسنة يلي بنحتفل فيها بمئوية لبنان الكبير صلاتنا اليوم بدنا نرفعها مشاهدينا على نية لبنان على نية لبنان الكبير حتى يبقى عن جد كبير هالأمانة يلي سلمونا إياها أجدادنا عم نحتفل فيها السنة بالمئة سنة بدنا نصلي نصلي لكل المسؤولين لأبناء هالوطن ليضلوا عن جد ببالهم فقط أنه لبنان هو كبير وكان كبير ورح يبقى كبير رح يبقى كبير بفضلنا نحنا بفضل أكيد المواطنين اللبنانيين الموجودين بلبنان والموجودين برا يلي متكلين عليهم على دعمهم يمكن دعمهم المعنوي ما رح نقول اكثر من هيك ولكن نحن هلا يمكن بفتره بامس الحاجه حتى نشعر فعلا انه اللبنانيه وين ما كانوا بلبنان وخارج لبنان انتمائهم الاول هو للوطن يلي اسمه لبنان وحبهم الكبير يلي ما بينتهي وما بيخلص وبنقدر دائما نشهده ونلمسه عند كل المهاجرين اللي برا يلي حلمهم فقط انه يرجعوا على لبنان. صحيح قلت نحن اصلا ببرنامجنا صباحا على الموعد قد ما فينا عم نضوي على الخبرات اللبنانيه وعلى صحيح. الشباب اللبناني صحيح. لنقدر يعني على القليله من خلال البرنامج ومن خلال التلفزيون نعطي فسحه امل لكل المشاهدين ولكل اللبنانيين. ان شاء الله خير طيب. كل الصلاه بدنا نرفع دائما على على هالنيه واكيد كل يوم بدنا نبدا بصلاه بصلاه هيك اول شيء نهارنا بيطلع مبارك مجرد ما نبدا ونصلي ونطلب من امنا مريم يلي هي كرسنا لبنان لقلب الطاهر ونحن اكيدين وكلنا ثقه انه هي ما راح تتركنا ابدا لا هي ولا كل القديسين الموجودين عنا بلبنان صحيح اليوم بدنا نحكي اكيد دائما مثل العاده موضوع الساعه الكورونا فيروس حتى نحكي وين صار آه كتر خير الله مرقت قصه الباخره على خير العرب <applause> ورا كل هالاخذ وعطى ولكن يبدو انه حسب الـ كل الاطباء وحسب الباحثين العلميين آه فيروس الكورونا رح يبلغ ذروته ب 21 شباط نعم 21 شباط هيدا النهار رح بيكون نقله نوعيه بهيدا الفيروس والكل مستنظرين انه بهيدا النهار بيوصل لقمه آه مثل ما بيقولوا عطائه آه والكل للصراحة خايف بالمبدا انه الفيروس بس يوصل على اعلى قيمه بيبدا بالانحدار لانه بيكون انه طوق وعولج وهيك ولكن يبدو انه فيروس الكورونا عم بيصير اكثر شرس آه كل ما عم كل ما عم يتقدم يعني من جيل لجيل بتعرفي هو بيتجدد دائما الموليكول تبعولهم ان شاء الله يا ربي انه لا تضل القصه محصوره بمقاطعه يوهان يوه... لا بمنطقه يوهان بمقاطعه هوباي صحيح. اه ويكون الدواء فعلا عطي نتيجه بدنا نقول الله يرحم كل اللي راحوا بهالفيروس اليوم اخر احصائيات بتقول صار في ألف اصابه نعم يعني بثلاث جماع ألف اصابه اصبح فينا نبلش نقول انه وباء بس كشفت امبارح اليت منظمه الصحه العالميه انه فيروس كورونا ما بيمثل وباء عالمي والكمامات للاسف يعني هذا خبريه شوي ما, معنا. ابدا حتى العينين بدهم يكونوا مخبيين صحيح فمنظمه الصحه العالميه عم بتعول على الادويه اللي ممكن يكتشفوها الكمامات كمامات ما رح تعمل نتيجه ابدا يعني اذا حدا حط حد كمامه اكيد بخف يمكن من حديثه ولكن ما بيوق... ما في وقايه تامه من لا من عم نشوفهم قد لابسين ومجهزين صح. بكل بكل المستشفيات بدنا نعزى ايضا الشعب المصري العالم العربي واللبنانية ايضا بوفاه الممثله القديره آه ناديه لطفي هالممثله يلي توفت امس عن عمر 83 سنه آه هي ولدت بالقاهره من اب مصري وام انجليزيه اسمها بولا محمد شفيق وكانت من اهم الممثلات بالسينما المصريه طبعا بالعصر الذهبي وعندها رصيد هائل من الافلام يمكن اهم النظاره السوداء والرجال فقط وراء الشمس وفيلم الخطايا يلي مثلته مع الفنان عبد الحليم حافظ وايضا كانت شراكته بطوله فيلم ابي فوق الشجره يلي الكل بعدهم لهلا بيذكروه والناصر صلاح الدين المخرج العالمي يلي اخرجه المخرج العالمي يوسف شاهين الله يرحمه اكيد من طبعا. عز الشعب المصري والشعب اللبناني قلت آه في خبر كثير حلو الثلاثاء المقبل مشاهدينا ببلش تطبيق قرار خفض سعر حليب الاطفال الرضع من الولاده من عمر سنه يعني من الولاده لعمر سنه عفوا وفي قرار من وزاره الصحه يلي بنص على تحديد سعر الحليب لعبوه ال 400 جرام ل 12000 وعبوة ال 400 جرام ذات التركيبة الخاصة بحدود ال 13200 يعني نزل 30% ونميحة. تقريبا من أيه؟ من سعره ان شاء الله بيطبق يطبق ان شاء الله ما عم اقول لك لازم نصلي دائما يمكن صلاتنا بلشت, شو بلشت تعطي مفهول. <applause> شوي بلشت مفعول بلشنا نلمس شيء ايجابي شوي انه انه على الارض نعم. خلينا نروح لحالة التأس باميلا كنا شهدنا مشاهدينا ببداية الأسبوع الطقس معتدل نسبيا واليوم الطقس رائع يلي يلي بده يطلع على الثلج يلي عنده مشوار ضروري خليه يستفيد اليوم لأنه ابتداء من الغد رح يرجع لبنان والمنطقة كلها يسيطر عليها منخفض جوي جاية هيدي رح بتكون موجة قطبية باميلا مثل ما شايفين بالصور كريم واصل <applause> كريم واصل ويبدو أنه كريم رح بيكون كريم جدا بالهطولات والأمطار لأنه بارتداء من الخميس وجمعة وسبت رح بيكون عندنا هطولات كثيرة وثلوج حتى عم بيقولوا قد تصل إلى 800 متر نعم. يوم السبت هالموجه يلي هالموجه يلي سببها المنخفض الايسلندي المتمركز فوق موسكو يلي عم يجذب الرياح الشماليه الجليديه ورح تاثر طبعا على كل الشرق الاوسط جنوب تركيا واليونان وايطاليا وشمال شرق افريقيا وشبه الجزيره العربيه وخصوصا مثل ما عم كمانها كيف عم تمتد على السعوديه والكويت حس ستتدنى درجات الحرارة بالصحاري وتتساقط الثلوج شمال المملكة السعودية وجبال سيناء. كما رح تتوجه منخفضات اطلسيه نحو ايطاليا واليونان والبحر الابيض المتوسط وطبعا لبنان رح ينال نصيبه من السلوج يلي مثل ما قلنا رح تبدا على 1100 متر وصباح السبت رح تنزل ما دون 900 متر وبالشمال ما دون 700 متر. دائما الشمال عنده الحصه الاكبر بالعواصف اقرب على تركيا واقرب إيه. على صح. روسيا وكل هالموجات الجليديه والقطبيه. يعني مثل ما قلنا مشاهدينا استفيدوا اليوم قد ما فيكم. خلصوا شو عندكم أشغل هالمناظر الرائعة يلي هي من لبنان يلي مغطى بالثلوج بلدنا الرائع يلي كتر خير الله بننعم فيه بأربع فصول فعلا استفيدوا من هالنعمة اللي عنا إياها قد ما فيكم اليوم الأربعة التأس حلو شوي غائم مع تساقط امطار محليه عابره مش انه كل المناطق بترتفع درجات الحراره وهالشيء شعرنا فيه يعني ابتداء من نعم الصباح صحيح. بسبب الرياح الجنوبيه يلي متجهه من سيناء وشرق مصر شمالا الحراره على الساحل اليوم رح بتكون 18 بالنهار و14 ليلا على الجبال على ارتفاع 1200 متر 15 نهارا و5 ليلا بالبقاع 16 نهارا 4 ليلا اما على الجبال فوق ال 2000 متر طبعا هي خمسة نهارا واربعة تحت الصفر ليلا يلا خير ان شاء الله كريم ريح كريم. ايضا جنوبية ساحلا وجنوبية شرقية ضعيفة بالداخل كل شيء بيجي من من عند ربنا دربنا كتر خيره وخصوصا الامطار والشتاء يلي هي رح بتكون زوادة فصل الصيف تعبي ابارنا كتر خير الله اكيد اكيد بنقول دائما شو رايك ننتقل للمتفرقات يلا مشاهدينا امبارح التالته مثل ما الكل بيعرف هو كان اليوم العالمي للسرطان اللي بيساق ب شباط من كل سنه آه، كمان امبارح مستشفى الجامعه الامريكيه ببيروت كان لها لفته خاصه لمرضى السرطان ولا هنهار من خلال محاضره آه اقامتها بذنيف نيف باسيل كانسر انستيتيوت بحضور العديد من الجمعيات اللي كانت عم عم تعمل حملات توعيه اضافه لشهادات حيه من قبل المنتصرين على السرطان آه، كمان كان العنوان إلي هو انه انا قادرة حارب السرطان وقادرة تتغلب عليه بإرادة صلبة وبأكيد نفسية حلوة كتير مهم المورال بهذا الوضع أكيد كتير مهم وبدنا نقول دايما مشاهدينا ونذكر أنه الوقاية خير من إنطار علاج مثل ما بيقولوا كل ما كان الكشف مبكر كل ما كنا قدرنا طبعاً. نسيطر عليه فرجاء ما تخافوا كل الحملات يلي بيعملوها لسرطان الثدي والصوره الشعاعيه يلي الدوله بتدعمها على مدى ثلاثة اشهر الحملات عم بتكون تقريبا مجانيه بكثير اماكن اسعار كثير مخفضه ولكن النسبه لليوم بعد فقط 30% من النساء هن اللي عم يتوجهوا ويروحوا فرجاء ما فينا نضل مخبيين ونقول لا هيدا ما بدنا اياه، هيدا ما بيصير مش نحن لغيرنا هو ما راح يسالنا بس ما رح يسالنا يعني اكيد وكل ما كل ما فعلا انكشف باكرا كل ما كانت نسبه الشفاء صحيح مؤلمه، صحيح طويله، صحيح بتقهر، صحيح فيها خطر ولكن عندنا نسبه شفاء تصل احيانا كثير للتسعين 90%، فخلينا نستفيد فعلا انه ما نترك حالنا عرضه هيك بس لانه لا ما بدنا او لانه بنخاف من, من, النتيجه صحيح أه اللبنانيه دائما المتشرين خارج لبنان هن بنرفع راسنا فيهم دكتور باسكال جبور رئيس قسم جراحه الاعصاب بالمستشفى الجامعي بتوماس جيفرسون بفيلادلفيا هو الاول بالولايات المتحده يلي استطاع انه يضع الدعامه مع الروبوت من خلال الزراع وهيدي التقنية هي سابقة وبتسمح بعلاج الافيسي يعني السكتة الدماغية كثير اوقات اشخاص بيصير معهم سكتة دماغية وللأسف الوقت يلي بدهم اياه حتى يوصلوا على مستشفى متخصص يقدر يساعدهم بكون توفى المريض بهالاختراع يلي اخترعه دكتور باسكال صار فيهم الله مستشفى يكونوا اقرب مستشفى يوصلوا له مجرد ما يكون هالروبوت موجود هو من مس من مركزه بفيلادلفيا بالمستشفى الجامعي بتوماس جيفرسون بيقدر يعمل العمليه من هو وهونيك يسير الروبوت حتى يقدر يفتح هالشريان بعمليه ميل طبعا ويرجع يفتح القناه حتى يمر الدم يلي تسبب توقفه على السكته الدماغيه دكتور باسكال يلي عمره 46 سنه هو دائما السباق بجراحه الاعصاب وخصوصا اعصاب الراس والنخاع الشوكي، هالطريقه رح طبعا تساعد الاف من الاشخاص وفعلا بدا تطبيقها واعطت نتائج مذهله. دكتور جبور بنقول هو من جزين هو من عفوا من مزيارة آه ومن عمر أربع سنين عمل عملية اللوزتين وهو بالمستشفى لما شاف الطبيب لابس البلوز البيضاء قال له لأهله أنا بدي أكون طبيب جراح وبالفعل آه عمل دراسته بالجامعة اليسوعية بلبنان وذهب للتخصص بفرنسا ومن بعدها بما أنه ترفق إيام كتير الحظ بيلعب دور كتير بحياة أكيد الإنسان أكيد. آه آه احد الايام دكتور دكتور سالم يلي هو دكتور بروفيسور عصام عواد يلي هو جراح الاعصاب ايضا المشهور بالولايات المتحده ثابت انه كان موجود بالجامعه اليسوعيه عم يعطي كونفرنس وقال له اذا بدك فيك تروح لعندي تعمل استاجك بالولايات المتحده وهيك صار وانفتح المجال لا يعني. لا دكتور جبور انه يكون موجود هونيك ويتابع تخصصه وبالفعل برع وعنده صار ثلاث كتب بتحكي عن جراحه الاعصاب وهو كل سنة ضمن فريق عمله دايما بيختار لبناني من اللبنانيين يلي عم يتخصصوا بالخارج وبيدخلوا ضمن فريقه هيدي فقط حتى يرد جميل لدكتور عصام عواد يلي هو فعلا كان فتح له المجال بكبر فيكم دايما اللبنانيين المتشرين وين ما كان انتوا رافعين راسنا والشكر الكبير لكل تصرفاتكم الرائعة وعطاياكم يلي كل العالم عم يستفيد منه حلو يعني دائما بنقول وبنكرر وبنعيد اللبناني حلو. عم يبرع بالخارج رجاء يعطوا فرص للبنانيه داخل لبنان مشاهدينا آه، رح ناخذ بريك ونبدا مع تيوفنا